يا صباح الف... ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاج فتحي، فتحي اصحى يا حاج. ايه يا محمد؟ سعر الشعير نزل؟ طلع. نزل ايه وطلع ايه يا راجل؟ ده انت وقعت قلبي في رجلي. انت نايم كده من امبارح؟ لا نايم ايه، ما نمتش ولا حاجه، انا خفيت شويه كده بس. كده برضو يا حاج، قوم قوم ريح في سريرك، كده غلط عليك يا حاج. اريح ايه يا ابني، احنا عندنا شغل وشغل مهم. شغل ايه بس، راحتك اهم يا حاج. الله، ما انت لو تعبت ولا وقعت مش هتعرف تشتغل ولا تعمل حاجه. قوم معايا يا حاج، قوم اسند على ايدي، قوم اقعد ريح هنا. امال اخوك احمد فين؟ احمد صحي ومستنينا، بس انت مالكش دعوه، رايح انت. لا ازاي، روح انت سبقني عنده، انا هطش جسمي بشويه ميه وراك. برضه يا حاج مصر؟ قوم بس روح. حاضر. بقول لك ايه، عملت ايه في موضوع الشعير؟ احمد اشتراه امبارح. كويس قوي، قول له ما يبيعش لغايه امبارح السعر قصاده. حاضر يا حاج حاضر، بس انت كان المفروض تريح. ريح ايه يا ابني، تشوفني تعبان؟ اتكل على الله، انت شوف مصلحتك، اتكل على الله. ربنا يحفظك يا علي بيه. يا سلام، يا ربي دايما اسمع الاخبار الحلوه منك. ربنا يفرحك، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، ما تحرمش ابدا. معلش سامحني على تعبك، مع الف سلام. ايه يا دكتور، ما تفرحنا معاك. صباح الفل يا حاج فتحي، انا عرفت امل فين. يا صباح النور، لقيتها فين؟ في اليونان، هي وجدها في اليونان مره واحده. بس دي حاجه تقلي، ما تفرحش يا احمد. يا اخي المهم انا عرفت هما فين. الاهم هتجيبها ازاي. يعني هي اليونان بعيده يا حاج؟ على رايك. المهم طمني، جابت لك واد ولا بيت؟ ما اعرفش، بس بقول لكم ايه، اعملوا في حسابكم انا لازم اروح اليونان. نعم يا حبيب ابوك، احنا داخلين على واحده كبيره، انا محتاج كل راجل منكم يقف 24 ساعه على رجله. تقول لي يونان، انت توحلها ليه يا عم فتحي؟ ما لازم اوحلها لما يكون اخوك كبير بقاله يومين ما نامش، وانت عايز تروح اليونان. اسال محمد. خلاص يا حاج بالراحه بالراحه، مش كده، دي مش طريقه مناقشه دي. بقول لك ايه يا دكتور، احنا عايزين نريح لنا يومين كده قبل المفرمه اللي احنا داخلين عليها دي، عايزين نشحن بقى. ما عنديش اي مانع نشحن زي ما انتوا عايزين، بس حطوا في خطتكم ان انا رايح اليونان. حاضر، هنتصرف يا سيدي. حاضر، بس نروح مكان بقى ما نشوفش فيه حد ولا حد يشوفنا. انا ليا شرط واحد، لا ناخد نسوان ولا عيال، والكلام ده ليك انت مخصوص. ماشي يا حاج. الله 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 الله، سبحان الله. استنوا بقى يا اخوانا، عشان احنا بقالنا 3 ساعات عمالين نبرم بحيرات عليا وبحيرات سفلى وصحراء غربيه وصحراء شرقيه. انا تعبت يا اخوانا، خلاص مش قادر. بقول لك يا محمد، ده 9 عيال صغير، امال انا اقول ايه؟ يابا. وبعدين لازم تتعب يا محمد، لازم تتعب عشان تحس بطعم الراحه يا واد. ممكن بقى حد يقول لي اخره البرم ده ايه؟ ما تكونوش ناويين تشتروا الواد الريان رخر؟ يا ريت، شوف لنا بس بايع واحنا اشترينا خلاص. طب ولو موجود البايع؟ يبقى من بكره نشتري على طول. طبعا هنشتري ايه؟ نشتري صحراء، شويه رمل، رمل. وايه يعني؟ كلها ارض الله. انت تعرف يا محمد ان الصراع دلوقتي قايم على فكره الارض، كل ما بقى عندك ارض كل ما عرفت تركب الارض. الله، سامع الكلام الموزون؟ صح طبعا يا احمد، الارض عامله زي الدهب. والله. طب اقول لك على حاجه، انت عارف احنا لو اشترينا وادي الريان ده هيكون عملنا ايه؟ زي ما يكون اشترينا محميه طبيعيه. عارف يعني ايه محميه؟ عارف يا حاج. يعني ايه محميه؟ والله العظيم عارف يا حاج. يعني ايه؟ زي محميه راس محمد وسانت كاترين والمحميه اللي هناك دي. والله يا واد نشتري لك محميه. هو انتوا بتهرجوا ولا انتوا بتحلموا ولا ايه ظروفكم بالظبط؟ احنا بنحلم طبعا يا محميه، بس هو الجد ايه غير الحلم في الاول. قولي لي، مين فيكم يعرف هما سموه وادي الريان ليه؟ انا طبعا ما اعرفش يا احمد، دي عسليه. لا صحيح، سموه وادي الريان ليه؟ بص يا حماده، كان في زمان ملك اسمه الريان ابن الوليد. الملك ده جاب الحاشة بتاعته والجنود والجيش وكل حاجة، قعد هنا فترة طويلة قوي، حس ان ده اجمل مكان شافه في حياته كلها، قرر انه يستقر. بعد كده هم سموه على اسمه الريان، بس الريان الريان معناها المشبع بالماء. اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. بتتكلم جد يا احمد؟ الارض الصحراء دي مش شبعها بالميه؟ ايوه طبعا، بس هو مش ميه بمعنى الميه، يعني الميه هنا بمعنى الرزق، البركه، بركه فعلا. المكان مليان بركه يا جماعه، شلالات عليا وشلالات سفلى والمدوره، وادي الريان، قاره جهنم. كل اعوذ برب الفرج، قاره جهنم ده اسمها لوحده الكهرب يا احمد ولا يلسوع. يا ساتر يا رب. سموها دلوقتي وادي حيتان،
غير كمان عيون الريان وجبال الريان. الله الله، دي الجنة يا جدعان، الجنة. طب انتوا عارفين بقى ان اسم الريان ده اسم باب من ابواب الجنة لا يدخله غير الصائمين. الله الله على ابواب الجنة ورزق الريان وكنوز الريان وفلوس الريان ومجايب الريان وشلالات الريان. يا جماعة انا حاسس ان باب الجنة اللي بحلم بيه طول عمري اتفتح. الله يبارك فيك يا احمد، يبقى وارب الباب ودخل اخواتك معاك. ايه ده انت بتتكلم في ايه؟ انت فاكر ان احنا هنسيبه يخش لوحده كده؟ ما عملهاش، عمري ما عاملها. هندخلوا جماعة يا ولاد الريان. يبقى على بركة الله وندخل من باب الريان. فضيلة الشيخ العشماوي وصل. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، اللهم صل على حضرتك، اللهم صل على حضرتك. البركه من الله. اتفضل يا فضيله الشيخ، وصل ارتاح. ربنا يزيد فضلك ويجعلك كوتش سعد علينا وعلى شغلنا قادر يا كريم. اتفضل ارتاح يا فضيله الشيخ. اتفضل فين يا مدحي؟ ارتاح يا رب. لا احب على قديم فضيلتك لا تلف معانا في الشركه دي كلها حته حته، وتخطي برجلك الطاهره دي كل عتبه في الشركه، عشان ربنا سبحانه وتعالى يطرح لنا البركه في المكان واصحابه. البركه تطرح في الايد العرقانه والشقيانه يا حاج، وانت بسم الله ما شاء الله عليك وعلى اولادك، ما ظهر لنا انك ربيت فاحسنت الربايه. الحمد لله. وزرعت ورعيت فجنيت اعظم الثمار واحسنها. اللهم صل على النبي وبارك له. الحمد لله. الله اكبر. سامع؟ اهي هي دي البشرى. ده غير بركه تشريف معاليك معانا هنا النهارده. ايوه، امال ايه؟ خلاص بقى احنا كلنا كده بربطه المعلم نروح نصلي العشاء ورا فضيلتك، وبعد كده لو سمحت يعني نروح نفتتح محل الذهب اللي في جامعه الدول العربيه عشان البركه تحل فيه هو كمان ان شاء الله. ولا ايه راي سعادتك؟ بس بعد اذنكم جميعا انا اللي هركب جنب فضيله الشيخ. ها، في حد عنده اعتراض؟ يبقى بالصلاه على النبي انا هركب جنبك يابا عشان يحصل البركه انا كمان. خلاص، يبقى كلنا نركب مع الدكتور احمد. الله اكبر، على دماغي على دماغي فضيلتك. اتفضل يا مولانا. اتفضل اتفضل يا مولانا. اتفضل يا مولانا. اللهم صل على النبي. ماشي يا عمر. بقول لك ايه يا شيخ عمر؟ خير يا حاج توفيق؟ طمني، انتوا ذبحتوا كام راس؟ حسب الاتفاق ذبحنا 100 راس. الله اكبر، ما شاء الله، ربنا يزيده ويبارك. وهتودوا السقط بتاع 100 راس فيه. السقط ايه يا حاج توفيق؟ السقط يا شيخ عمر، السقط، مش عارفه، الفشه والكبده والكلاوي والطحال والجوهره والممبار والنازل منه يعني. الحاجات دي هتودوها فين عند المواصل؟ هو احنا مش قفلنا المصمت يا حاج توفيق؟ قفلناه، بس معلش الحاجات دي تلزمني، عايز اوزعها على اصحاب المصامت الغلابه. كده عندك حق، انت اكتب لي عناوين الناس دي وانا ان شاء الله هوصل لهم الحاجه لغايه عندهم. لا 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 لا، هدي بالذات ما ينفعش، لازم انا اللي اوصلها بنفسي، لازم الف عليهم واحد واحد ومصمت مصمت. امال ايه؟ بص يا شيخ عمر، احساسك وانت بتدي الغلابه اكنه بالظبط بتاخد ويمكن اكتر كمان. والله يا حاج توفيق، يلا عشان تلحق صلاه العشاء معاهم جماعه، عشان لسه هنروح نفتتح محل الذهب في جامعه الدول العربيه. وسيبك من حكايه السقط دي دلوقتي. صح، عداك العيبه يا حبشي، دي سقطت مني. يلا يلا يا شيخ. اتفضل يا حاج توفيق. اتفضل اتفضل. بعد اذن فضيلتك استقبله. بسرعة. اتفضل يا حاج. اتفضل. تعبت كده فضيلتك، هنستنى بقى المحافظ وبعدين نلف. اهلا وسهلا. اتفضل يا باشا. اهلا اهلا. اتفضل يا باشا. سعادة المحافظ. السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محافظ. العفو. ازاي بقى؟ العفو. انا نسيت شرف لما ابوس ايدك. العفو يا سيدي. طب اتفضل يا فندم. اتفضل. ناخد صورة تذكارية مع بعض الأول. وماله. وماله. حلوة دي يا محمد. ادخل جنب أخوك يلا. يا
الله يحفظنا البركه. الله يحفظنا البركه يا فضيله الشيخ. حاضر.